كنت مصر ان انا ما اجي المهرجان اللي يكون عندي فيلم. سباق الهجن مجهزه كنا هجانة واليوم هجانة. النجم عبد المحسن النمر، اهلا بيك سيدة. اهلا وسهلا سيدتي الجميلة، عشرة عمر معك. اي والله سيدتي رفيقة مشوار، رفيقة درب امانة يعني. سعدك. اول شيء نورت مهرجان البحر الاحمر السينمائي، كلمنا عن اجواء المهرجان، شايف عطش الناس للسينما هنا، الجمهور السعودي ما شاء الله امبارح كان فيلم ناقه ملوا السينما، وواثق ان فيلمك ان شاء الله كمان هجان بيملوا السينما. يا رب الله يسعدك. انا طبعا لانه يمكن لاول مره كذا احساس شوي غريب، انه انا حضرت مهرجانات في كان، في مثلا في دبي، في مصر، لاول مره اشعر اني انا المضيف مش الضيف، هذا احساس مره جميل. ويمكن مهرجان البحر الاحمر بالذات يعني انا كان لي دعوه في كل، لكن كنت مصر ان انا ما اجي المهرجان اللي يكون عندي فيلم، والحمد لله ان جينا بفيلم هجان، والمهرجان فعلا فاق كل توقعاتي يعني على مستوى الحضور والتنظيم والحميميه اللي داخل اروقه المهرجان. سعيد جدا بان بلدي تنظم مهرجان مثل مهرجان البحر الاحمر. تقول ايه للناس اللي لسه ما شافتش هجان؟ كلمنا شوي عن والله هو تجربه استمتعنا فيها، عطينا بطاقة بحب، كنا يعني أسرة واحدة داخل الفيلم على مستوى التنفيذ. متأكد أنه هذا راح ينعكس على الناس، لكن إلى أي ليفل وإلى أي مستوى هذا راجع لتقييم الناس وتفاعلهم بالصالة. أكيد في حالة من القلق، في حالة من التوتر، في انتظار للنتائج، لكن أنا متأكد أنه حالة الحب والكذا الحالة اللي إحنا كنا عايشينها راح تنعكس على الفيلم، هذا أكيد. ما شاء الله بنعيش يعني حالة ثورة سينمائية ونهضة سينمائية، خلينا نقول نهضة كمان سينمائية في السعودية كبيرة. خليك تقول شوية يا ريتني بدأت مع الجيل ده ولا لا؟ هو بالعكس، شوف لكل مقام المقال ولكل زمن فرسان ورجال، لكن هو الأهم أنك تكون مستمر ومتواجد على كل المستويات. يمكن إحنا كان عندنا مسؤولية كبيرة أنه إحنا نعمل عملية التأسيس في وقت صعب، لكن بالتأكيد هذا الجيل محسود بأنه كل هذه الإمكانيات المتاحة في ضوء الرؤية العظيمة 2030. وقد ما أنا يعني سعيد بهذا الشيء، أنه فعلا كنت أتمنى أنه يعني ريتني كنت بهذا الزمن بديت، أنه البدايات أسهل، أكيد البدايات أكثر وفرة وأكثر فرص. كنا واقفين وفجأة لقيت الناس انجنوا بيجروا يتصوروا، عبد المحسن النمر عبد المحسن النمر، شعبية ما شاء الله لسه محافظ ومحبة الناس دي أكيد نعم. الله يديم المحبة، يعني هذا رأس مالنا في الدنيا، يعني أنه علاقتنا مع الناس ومحبة الناس أكيد. تقول إيه لجمهورك من خلال الكاميرا؟ أقول إن شاء الله يا رب الفيلم يكون حسب توقعاتهم، فيلم هجان، وأنه يعني فرصة أن الواحد يشوف هذا الإرث العالمي في داخل منطقة واحدة مثل البحر الأحمر، فأهلا وسهلا بالجميع. الله يعطيك ألف عافية، مبسوط بشوفك. شكرا، أنا سعيد فيك، شكرا جزيلا.